إذا بالنسبة لرسم الروت لوكس، حتى نرسم الروت لوكس في حوالي 10 رون أو 11 رون، رح ننزلكم إياهم على الموقع. خلينا ناخذهم رول كل واحدة، جاي ناخذها واحدة واحدة. الرول الأولى عدد السكشنز يساوي n. وايش احنا قلنا n؟ n عدد ايش؟ زيرو عدد البولز، m عدد الزيروز، n نمبر اوف بولز، m نمبر اوف زيروز. اذا عدد السكشنز يساوي n، يعني السكشنز القطع اللي راح تكون موجوده في الروت لوكس. على سبيل المثال لما احنا كان عندنا سكند اوردر سيستم، ان قديش كانت؟ 2. اذا السكشنز اللي موجوده عندي هذا بعتبره سكشن وهذا بعتبره سكشن. ولذلك اذا بتروح لما بتعمل بلوتنج للروت لوكس في المات لاب، ايش القانون، ايش الكوماند متذكرينه؟ ار لوكس. لما يرسم الروت لوكس بيرسم كل واحد هذول بلون، برسم هذا بلون وهذا بلون. هلا رح تقول لي هذا ليش راح هون وهذا ليش راح هون؟ ما بيأثرش، بدك ارسم بدك احكي عنه هيك وهيك ما بيأثر، احنا ما بنعرف مين اللي نزل هون ومين اللي طلع فوق. بس هو في عندي تو سكشنز، ماشي واضحة الفكرة هاي؟ هذا سكشن وهذا سكشن. إذا تو سكشنز هون عندي n بيساوي 2. حتى لو كان عندي زيروز بضل عندي عدد السكشنز بيساوي n. لو كان عندي ثيرد اوردر سيستم رح الاقي في عندي 3 سكشنز. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة. صار عدد السكشنز بيساوي عدد البولز. ناخذ الرول الثانية، بداية كل سكشن هي الاوبن لوب بول. واضح هون هذا اوبن لوب بولز، هذول بتتذكروا عرفناهم، هذول اللي برسمهم الاكسس هم الاوبن لوب بولز والدوائر هي الاوبن لوب زيرو. فبدايه كل سكشن من السكشن راح يكون الاوبن لوب بولز، راح يبدوا كلهم من عند الاوبن لوب بول. الترمينيشن وين بتنتهي؟ اذا في عندي زيروز، اذا في عندي اوبن لوب زيروز، بعض السكشنز بتنتهي على اوبن لوب زيروز حسب العدد اللي موجود. فاذا عندي n زيروز راح يكون عندي m sections راح تنتهي في الاوبن لوب زيروز. البقيه وين راح يروحوا؟ على الانفينيتي. اذا كل سكشن terminates يا اما open loop zero او infinite zero. يعني كانه احنا عمالنا بنقول انه اذا في عندي m زيروز معناها في عندي n final زيروز وبقيه الزيروز كانهم infinite، فبروح فتش عليهم بالانفينيتي. مثلا هون كم زيرو عندي؟ 2 زيرو نو زيرو، مش هيك؟ اذا لازم انتهي هون في infinite زيرو هون infinite زيرو هون. هون عندي كم زيرو؟ نفس الشيء ما في زيروز عندي هون، راح ينتهي infinite زيرو infinite زيرو infinite زيرو. لكن لو كان عندي هون هاي عندي زيرو هون، راح نلاقي الروت لوكس بيعمل اذا واحد من السكشنز وين انتهى؟ على فاينايت زيرو، والثاني وين راح؟ ممكن على انفينيت زيرو. اذا عندي كل سكشن يا بينتهي على اوبن لوب زيرو وعددهم ام او انفينيت، بيروح يروح على هذا اللي عددهم المانس. عندي هون اوبن لوب زيرو راح يكونوا مبينين، هون عندي في الحاله هاي واحد وعندي ان هون اثنين. اذا الترمينيشن بينتهي يا على اوبن لوب زيرو يا بروح على انفينيت زيرو. يعني كان هدول بنسميهم فاينايت زيرو. هدول انفينيت
عدد الدوق ام هتقول عددهم ام. الروت الرابعه الرول الرابعه وين الريل اكسس في الاس بلين؟ اي واحد الريل اكسس؟ الاكس اكسس هذا. ولذلك في عندي سيمتري حوالين الريل اكسس. سيمتري يعني ايش بالعربي؟ تماثل. اذا كل الشكل هذا هو كانه هون في براي، وكل الشكل اللي بيطلع معي هون نفسه بشوفه هون كانه صوره براي. إذا في عندي سيمتري حوالين هلا راح تلاحظوا في كثير حالات في عندي جزء من السكشنز موجود على الريل اكسس. كيف بدي اعرف انه في مناطق معينه في موجود عليها ومناطق معينه مش موجود عليها على الريل اكسس؟ اذا الروت 5 حتى اعرف انه في عندي سكشنز على الريل اكسس ولا لا بده يكون عدد البولز عدد الاوبن لوب بولز والزيروز ليمينه قط. يعني خليني ارسم اي شيء، راح احط هون اي شكل. هي نفترض عندي هون بول وعندي هون بول وعندي هون زيرو. لو جيت اطلعت هلا هون حتى يكون في سكشنز على الريل اكسس عدد الاوبن لوب بولز والزيروز ليمين هاي النقطه لازم يكون اود. خذ المنطقه هاي النقطه هاي، قديش عدد البولز والزيروز ليمين هاي النقطه؟ زيرو. زيرو اود ولا ايفن؟ ايفن. طيب نوصل هون ناخذ المنطقه هاي، المنطقه هاي قديش عدد الاوبن لوب بولز والزيروز ليمينها؟ واحد اود ولا ايفن؟ طيب اذا عندي كل المنطقه هاي من هون لهون راح يكون فيها روت لوكس. ناخذ النقطه هاي ليمين هاد عدد البولز والزيروز قديش؟ اثنين اود ولا ايفن؟ ايفن. اذا ما في شيء عندي ناخذ المنطقه هاي صار عندي واحد اثنين ثلاثه في هون مضبوط. نيجي على النقطه هاي قديش عدد اللي يمينه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة قديش؟ أربعة قديش؟ إيفن ما في شيء هون، وآخر شيء هون قديش رح يصيروا؟ خمسة. هذا مش معناه إنه في شيء هون وفي شيء هون، إحنا بس عمالنا ندرس الإكس موجودين على الإكس أكسس، على الريل أكسس، وهذا سببه هو الأنجل كونديشن. متذكرين الأنجل كونديشن؟ الأنجل كونديشن بتقول إنه النقطة أنا رسمت من نقطة خط لكل الأوبن لوب بولز والزيروز وجماعة الزوايا مجموعهم ايش لازم يكون؟ مضاعفات قديش؟ متذكرين هاي الكونديشن؟ لو عملت سم لكل الزيروز زائد سم، شو اخذنا الهاي الكونديشن متذكرين؟ الهاي الكونديشن بيقول لو نقطة حتى نقطة تقع على روت لوكس، لو رسمت من هاي النقطة خطوط لكل الاوبن لوب زيروز لكل الاوبن لوب بولز جمعت زوايا الزيروز منها زوايا البولز المفروض انها تكون مضاعفات 180. ناخذ نقطه تيست بوينت، راح اخذ نقطه تيست بوينت هون نفحص النقطه هاي، هل هاي النقطه تقع على الروت لوكس ولا لا؟ مش هيك؟ خلينا نشوف. لو بدي ارسم من هاي النقطه خطوط لكل الاوبن لوب زيروز راح ارسم من هون هيك، وهي الهوريزونتال. تذكرت الهوريزونتال قديش الزاويه هاي؟ مش احنا قلنا بنرسم من نقطة خط، وين الزاوية اللي باخذها؟ متذكرين الأنجل كونديشن؟ الأنجل كونديشن بقول إذا في نقطة بدها تقع على روت لوكس حتى النقطة هاي تكون صحيح موجودة على روت لوكس برسم خطوط من هاي النقطة لكل الأوبن لوب بولز والزيروز. وين الزوايا اللي بيعملوها؟ هي الزاوية مع الهوريزونتال.
تكون كانها زاويه تي 1 وهي زاويه تي 2 وهي زاويه سيت 1 وهي زاويه تي 3 وهي زاويه تي 4. اذا هاي النقطه تقع على الروت لوكس معناها ايش لازم الشرط اللي يتحقق عندي بالانجل كونديشن؟ الزاويه هاي ناقص هاي الزاوية ناقص هاي الزاوية ناقص هاي الزاوية ناقص هاي الزاوية ايش لازم نسوي؟ مضاعفات مضاعفات 180 اود اود مضاعفات الاود 180. طيب لو النقطة هاي سحبتها شوفوا شو رح اعمل بالنقطة. عم بسحب النقطة هاي وين بدي احطها؟ بدي احطها هون. إذا حطيتها هون قديش بصيروا الزوايا هذول كلهم؟ زيرو. مجموع الزيرو بعطيني 180؟ لا. إذا هاي النقطة لا يمكن تقع على روت لوكس هون. لكن شوفوا شو رح اعمل بالنقطة هاي رح اسحبها من وين هلا؟ رح اسحبها هون وانزلها هون. لما النقطة هاي بسحبها وبنزلها هون قديش بتصير هاي الزاوية؟ صفر صفر. وهاي؟ صفر 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 صفر. لكن هاي شو بتصير الزاوية؟ ماينس 180 180 بالحالة بس ما بيأثرش ناقص الزاوية. هل هاي مضاعفات 180 اوت؟ إذا هل أي نقطة هون تقع على الروت لوكس؟ طبعا تقع لأنه بينها وبين هاي هذا البول في 180 وبينها بين بقية الفورز والزيروز زيرو. لو جيت هون هلا راح الاقي شو صار عندي؟ راح يصير عندي هون 180 وهون 180 180 و180 360 وزيروز مش مضاعفات 180. اذا القاعده هذه هاي القاعده احنا اختصرناها شو قلنا؟ قلنا اذا كان عدد الاوبن لوب فورز والزيروز اليمين هاي النقطه اوت معناها بتقع على روت لوكس ايفن ما بتقع على روت لوكس. مره ثانيه راجع لو جيت اخذت نقطه هون وسالت هل في شيء هذا السكشن في عليه؟ قديش عدد الرول البولز والزيروز ليمينهم؟ زيرو زيرو. اذا ما في شيء هون لحد ما بوصل عند النقطه هاي هاي صار في عندي هون عندي هون وعندي هون. واضح انه هذا هون بضل رايح لماينس انفينيتي. هذا الزيرو ايش راح يصير في الزيرو؟ هذا راح ينتهي جزء من السكشن عليه مش هيك؟ ماشي واضح هاي النقطه؟ اذا حتى اعرف الرول الخمسه بتقول اذا بدي اعرف انه في شيء للروت لوكس على الريل اكسس من هون بدي اطلع بدي اشوف عدد الاوبن لوب هولز والزيروز اللي واقع على الريل اكسس. بدي افحص لاي سكشن بشوف قديش عدد البولز والزيروز اللي يمينه. اذا عددهم اوت معناها في عندي هذا سكشن، اذا عددهم ايفن معناها فاضي. اذا هذا كله هون فاضي. هذه المنطقه في روت لوكس فيها. هاي المنطقة صار عدد اليمينها قديش؟ ايفن. ما في هون. هذه صار عددهم اوت ثلاثة، إذا هون في روت لوكس. هون ما في روت لوكس، لأن عددهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهون ايفن. اوت بيرفكت. ماشي واضحة هاي الرول؟ بتساعدنا في الرسم مبدئيا أول ما بدينا، يعني كل هدفنا من هاي إني أتعلم إيش الرولز اللي حتى أرسم فيها. فهي بتساعدنا مبدئيا لسه ما كملنا احنا الروت لوكس. وين الروت لوكس بقيته؟ بجوز في اشياء ثانيه، يعني هدول الاثنين مثلا نكتبهم بعض ينفصلوا من هون. بعدين راح ينزلوا مثلا على نقطة معينة وبعدين يمكن يكملوا أو يجوا البولز، بس احنا بنقول إنه هذا هون اللي على الريل أكسس هاي هي الأجزاء اللي هون. ماشي واضح؟ إذا هاي الرول الخامسة. الرول السادسة في عندنا شيء اسمه اسيمبتوت، مر عليكم كلمة اسيمبتوت؟ اسيمبتوت اخذتوه بالرياضيات بالكالكولاس. الاسيمبتوت هو خط وهمي. بيقترب منه كيرف وما بيلتقي فيه الا عند الانفينيتي. يعني لو عندي لو مثلا كان عندي خط هيك واضح انه هذا الكيرف عماله بيخترب من هذا الخط الوهمي، هذا خط مستقيم بس ما راح يلتقي فيه ما راح يلمسه الا وين؟ انفينيتي. انفينيتي هذا بنسميه اسيمبتوت. في امثله على اسيمبتوت مثلا لو اخذت المعادله واي بتساوي 1 على اكس واي بتساوي 1 على اكس انت راح تصير واي زيرو انفينيتي لما اكس تكون انفينيتي. اذا هذا الخط هو اسيمبتوت لهذا الكيرف اللي هون ما راح يلمسه غير عند الانفينيتي. مظبوط واضح من هاي؟ هذول الاسيمبتوت في حاله الروت
لوكس في عندي عدد من الاسيمبتوتس اللي الخطوط بتقترب منها بس ما بتلمسها الا عند الانفينيتي. وهي بتساعدنا كمان بالرسم. عدد الاسيمبتوتس بيساوي n ماينس m. اذا عدد الاسيمبتوتس اللي بنرسمها، الاسيمبتوتس هي خطوط وهميه بتساعدني بالرسم. n ماينس متذكرين n هي عدد البولز الاوبن لوب بولز، m هي عدد الاوبن لوب زيروز. طلعوا على هذا المثال، لاحظوا هذول الاثنين عم يقتربوا من بعض. نطبق القاعده الخامسه على هاي، وين لازم يكون في عندي روت لوكس؟ هاي القاعده sections of the unreal axis. المنطقة هاي فيها؟ لا. المنطقة هاي فيها؟ واحد مظبوط. المنطقة هاي؟ اثنين ما في. المنطقة هاي؟ إذا هون رح يكون في عندي شيء روت لوكس. هاي المنطقة فاضية. وهاي المنطقة رح يكون فيها section للروت لوكس. رح يلتقوا هذول الاثنين في مكان معين. كم section لازم يكون عندي؟ كم عدد السكشن لازم يكون عندي هون؟ حسب الرول الأولى. ثلاثة مش هيك؟ إذا هدول الاثنين بيلتقوا هون وهذا بيطلع هيك وهذا بيطلع هيك. هذا خط مستقيم ما في شيء له اسيمبتوت مش هيك؟ لكن هدول الاثنين ايش لهم؟ لهم اسيمبتوت. وراح يحطوا بخط مقطع الاسيمبتوت. فكأني عمالي بقول إنه هذا الخط هذا السكشن ايش بحاول يقترب؟ بحاول يقترب من هذا الخط المستقيم الاسيمبتوت. وهذا السكشن عمال بيحاول يقترب من هذا الخط المستقيم للاسيمبتوت. وفي عندي اسيمبتوت ثالث هون موجود بس هو اسيمبتوت بس هو الخط اصلا منطبق عليه. ماشي؟ يعني في شيء انه وقت يقترب منه فهو منطبق عليه، يعني في واحد هون، واحد هون، واحد هون. قديش عدد هون؟ ثلاثة. ثلاثة n ماينس m. قديش m بالحالة هاي؟ زيرو. زيرو، إذا عندي n ماينس زيرو، ثلاثة. لكن الثالث هو منطبق على الخط، الاثنين منطبقين على بعض. هذا السكشن ما بيلمس هذا الاسيمبتوت اللي عند انفينيتي، وهذا الاسيمبتوت ما بيلمس هذا السكشن اللي بيلمس هذا الاسيمبتوت اللي عند انفينيتي. اذا هي خطوط وهميه بنرسمها حتى تساعدنا في الرسم، بنحطها حتى تساعدنا في الرسم. ماشي؟ اذا عدد هذول الاسيمبتوت يساوي، طب الزوايا تبعت الاسيمبتوت ايش تتوقعوا زاويه الاسيمبتوت هذول هون من النظر هيك إيه؟ الحاله هاي ايش توقعوا هاي الزاويه؟ أو 75؟ لا 60. ليش 60؟ من السيمتري طلع هذا هيك هي 60. قديش بينه وبين هذا؟ 120. وبينه وبين هذا؟ 120. وبينه وبين هذا؟ 120. إذا القاعدة بتقول إنه الزوايا تبعت الأسيمبتوتس بتساوي زائد ناقص 180 على n ماينس m، والزاوية دائما من وين بنقيسها احنا قلنا؟ من هون. إذا هاي الزاوية 60، هاي الزاوية 60، وبعدين هون عندي لازم يكون في عندي كمان 2k بلس 1 اود مالتيبلز. ايش الهدف من 2k بلس 1؟ شغله اود عشان يضلها اود واعوض k من 0 مش هيك؟ كان انا بامكاني اشيل 2k بلس 1 وايش احط؟ حط اي واقول لك اي ايش لازم يكون؟ اود. مش هيك؟ مش بقدر اعمل هيك؟ واضحه فاهمين الهاي؟ لا، عشان ما تتلخبطش تقول ليش حاطين 2 k بلس 1؟ احنا حاطين 2 k بلس 1 لانه بدنا هاي دائما تكون اود. طيب كيف هاي رح تعطيني الزاويه اللي هون؟ قديش الزاويه اللي هون موجوده هاي؟ 180 مضبوط؟ هلا هاي لو صارت 3 شو بتصير؟ لو حط عوضت k 1 شو بصير هذا؟ 3. 3 على 3 1 شو بضل عندي؟ 180. اذا صار اول شيء لما بعوض k 0 شو بيطلع معي؟ 180. 180 زائد ناقص 180 شو رح يعطيني؟ رح يعطيني زائد ناقص 60. وين الزائد ناقص 60؟ هي مش هاي ناقص 60 وهي زائد 60؟ مش احنا قلنا الزاويه بتقيسها بالنسبه لمين؟ بالنسبه للهورزونتال. عوض هلا k بتساوي 1 شو بتصير هاي؟ بتصير 3 على 3 1. في زائد ناقص 180 هي صارت عندي هاي الزاويه هنا. ما
ماشي واضح؟ طيب هاي الحالة كيف نطبق عليها؟ قديش عندي n minus m هون؟ 2 2 مش هيك؟ إذا زائد ناقص 180 في odd number على 2 شو بعطيني؟ 90 مش هيك؟ زائد ناقص 90 هاي 90 وهي 60 بس هون الاختلاف إنه الأسيمتوت هو منطبق على أسيمتوت وهون مش مختلف منهم هو هذا ماشي هيك وهذا ماشي هيك بس هاي تفرجينا إنه الزاوية هاي 90 والزاوية هاي 90 ماشي واضحة؟ نفس الشيء هون لو كان عندي 4 شو بصير؟ طلع على الحالة هاي 1 2 3 4 قديش ان 4 قديش ان 0 اذا ان ماينس ام قديش 4 180 على 4 زائد ناقص 180 على 4 45 زائد ناقص 45 وبعدين بنعوض هون عندي هي زائد ناقص 180 على 4 اول مره راح اعوض واحد راح تصير زائد ناقص 180 على 4 تصير زائد ناقص 45 مش هيك؟ يعني تقريبا هيك وهيك بس لسه ناقصني كمان زاويتين مش هيك؟ عوض هلا هون كي 1 شو بتصير هاي؟ 3 لو ضربنا 3 في 180 على 4 بتصير 3 ارباع 180 مش هيك؟ قديش 3 ارباع 180؟ 135 135 زائد ناقص وين ال 135 هون؟ هي هاي 135 وناقص هي 135 اذا كان اسيمتوت هون عندي 4 هو فعليا مركزهم مش هيكون هون رح يكون مركزهم هون هي عندي 45 هي ناقص 45 هي 135 هي ناقص 135 إذا كيف رح تحركوا هلا هدول شوفوا ايش رح يعملوا رح يضربوا هدول الاثنين من بعض، كم سكشن لازم يكون عندي هون؟ أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة مش هيك؟ وهدول الأسيمتوتس هي الخطوط اللي رح نقترب منها at minus at infinity فرح يضل يقترب يحاول يقترب من هذا الخط الأسيمتوت ورح يضل يحاول يقترب من هذا الخط الأسيمتوت، هدول الاثنين شو رح يعملوا؟ رح يقتربوا الاثنين من بعض وايش رح يعملوا بعدين؟ حاولوا تقربوا من هدول الاسيمتوتس والزوايا تبعتهم زائد ناقص 45 زائد ناقص 135 بيطلع معي عدد الاسيمتوتس كلهم اللي موجودين اذا هذه اول ست رولز